السودان يلتقي قادة ورؤساء الدول الأوروبية على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، وتأكيدات على تحقيق التنمية المستدامة. بمشاركة 18 دولة، بغداد تحتضن أعمال الدورة 32 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، ومقررات عديدة تنتجها النقاشات. وزارتا الموارد المائية والزراعة تقران الخطة الزراعية الشتوية للموسم الزراعي المقبل، والقرعاوي يكشف للفرات خططا لاستثمار المياه عبر التقنيات الحديثة. الإعلان عن إطلاق الوجبة الخامسة من المشمولين بالحماية الاجتماعية لهذا العام، وتحديد 28 من تشرين الثاني لتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي للعمال. حظيت مشاركة رئيس الوزراء محمد شيع السوداني بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78 باهتمام سياسي وإعلامي كبيرين، فيما أكدوا أن المشاركة ستعزز ثقة المجتمع الدولي بالحكومة وتمنح العراق مكاسب مهمة. ويؤكد نواب أن المشاركة ذات أهمية بالغة تأتي في ظل انفتاح دولي على العراق نتيجة إيفاء الحكومة العراقية بتعهداتها على الصعيدين الداخلي والخارجي ومساهمتها في دعم الاستقرار الإقليمي، لا سيما وأنها تأتي في توقيت مهم ينظر فيها المجتمع الدولي بعين الثقة للحكومة العراقية بأنها راعية لمصالح شعبها من خلال إطلاق حملات خدمية مستمرة وساعية لتحسين علاقاتها الدولية والإقليمية، خاصة بعد نجاح وساطة العراق بإعادة العلاقات بين السعودية وإيران، وكذلك استمرار مساعيه المتفاعلة بالقضايا في الشرق الأوسط وحول العالم، حيث يواصل رئيس الوزراء عقد اجتماعاته المستمرة في الأطراف الدولية ليؤكد حقيقة مسعاه في تطبيق برنامجه الحكومي الهادف لتعزيز تنمية العراق ومد جسور الترابط الاقتصادي مع الجميع، لا سيما مع ما طرحه في مشروع طريق التنمية الذي حظي باهتمام دولي بالغ المستوى. اجتماعات ولقاءات مهمة ومثمرة عقدها السوداني خلال مشاركته في أعمال جمعية الأمم المتحدة لإيصال رسالة إيجابية عن العراق. مراقبون أكدوا أن العراق يلعب الدور الأكبر في تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين. صباح حكيم والمزيد من التفاصيل. مشاركة مهمة للعراق في قمة أهداف التنمية المستدامة في نيويورك التي يحضرها رئيس الوزراء محمد شيع السوداني، حيث ألقى كلمة أشار فيها إلى التحديات التي تواجه العراق في تمويل أهداف التنمية المستدامة، مع منح الأولوية لتمويل العمل المناخي كون العراق من البلدان الأكثر عرضة لتأثيرات التغييرات المناخية. زيارة الوفد العراقي مهم جدا برئاسة سيد رئيس الوزراء ومجموعة من وزراء الحكومة العراقية والمسؤولين، وأعتقد هذه الزيارة ضرورية جدا للتواصل مع المجتمع الدولي. اليوم العراق يلعب دور كبير في المنطقة، كذلك عليه دور كبير في محاربة الإرهاب، نحتاج إلى دعم دولي وإلى دعم إقليمي، وكذلك لغرض عرض القضايا الشائكة في العراق. لقاءات واجتماعات عقدها السوداني على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 78 مع رؤساء بعض الدول الأوروبية، فضلا عن لقاء جمعه بالسيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتمكن تلك اللقاءات الدولية العراق من إرسال الرسائل للعالم أجمعه باستقرار البلاد سياسيا وأمنيا، مع فتح الأبواب أمام الاستثمارات الكبرى. إن شاء الله تكون نتائج هذه زيارة رئيس الوزراء تكون نتائج كبيرة، ولمسنا من بعض الدول تصريحات كبيرة ورائعة، وإن شاء الله رئيس الوزراء يتفاهم بهذه المجالات، المياه والمسائل السياسية والاقتصادية والاستثمار، ويطلع بنتائج. ونحن نتوقع من السيد السوداني أن يتوصل إلى حلول كبيرة من أجل مصلحة العراق سيادة واستثمارا وسياسيا وحتى ملفات الحدود. ومبروك إن شاء الله زيارة تتكلل بنتائج كبيرة. بات العراق يلعب أدوارا مهمة في السياسة الدولية، لا سيما مع تقريب وجهات النظر بين الدول المتخاصمة والمساهمة في تخفيض مستويات التوتر والخلافات لملفات دولية.
دولية عدة تخص المنطقة ليعود العراق إلى وضعه الطبيعي ودوره الحقيقي بعد سنوات من الضياع للسياسة الداخلية والخارجية بسبب مشاكل عدة على رأسها اجتياح العصابات الإرهابية للأراضي العراقية. صباح حكيم، الفرات. سلسلة لقاءات أجراها رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني في نيويورك مع رؤساء وزعماء عدد من الدول الأوروبية، وذلك على هامش مشاركته بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ذكر في بيان أن السودان التقى رئيس وزراء مملكة النرويج يوناس جارستور، حيث حث النرويج على إعادة التمثيل الدبلوماسي وفتح السفارة النرويجية في بغداد، فيما التقى السوداني رئيس جمهورية بلغاريا رومن راديف، حيث دعا الشركات البلغارية إلى انتهاز الفرص الاستثمارية في العراق وتعزيز الشراكة الاقتصادية ورفع مستوى التبادل في مختلف المجالات. هذا ووجه السوداني دعوة رسمية لنظيره الإسباني بيارو بل بيدرو سانشيز لزيارة العراق، وذلك خلال لقائه في نيويورك لتعزيز آفاق التعاون والتباحث بشأن عدد من الملفات الاقتصادية. إلى ذلك التقى السوداني المستشار الألماني أولاف شولتز، مشيرا إلى أن هناك تناميا واضحا للعلاقة بين العراق وألمانيا والتقدم في خطة العمل التي اتفق عليها الجانبان. من جانبه أشاد شولتز بالسياسة السودانية التي حققت التقدم الملموس والاستقرار الواضح في البلاد. أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. السوداني قال خلال مشاركته في أعمال قمة أهداف التنمية المستدامة التي عقدت في نيويورك أن العراق قدم تقريرين طوعيين حول حجم المتحقق من أهداف التنمية المستدامة وعلى نحو شفاف. بالرغم من التحديات المتعددة الأوجه التي واجهت العراق، فإننا ملتزمون بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إذ تبذل حكومتنا جهودا كبيرة وقد أحرزنا تقدما نسبيا ضمن هذا الإطار. ومن المهم العمل الجاد مع جميع الشركاء لتعزيز التقدم في التنفيذ، وقد جاء برنامج الحكومة الوطنية منسجما مع أهداف التنمية المستدامة. لقد قدم العراق ولغاية الآن تقريرين طوعيين حول حجم المتحقق من أهداف التنمية المستدامة وعلى نحو شفاف، مؤكدين أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعد مهمة وطنية وواجبا إنسانيا. يتعامل العراق بمستوى واحد مع جميع أهداف التنمية المستدامة، ونتيجة لطبيعة الظرف الحرج الذي يمر فيه، فإن تنفيذ الهدف السادس المتعلق بالمياه يحظى بأولوية في ظل الجفاف الشديد الذي يشهده العراق وتداعيات ذلك الاقتصادية والاجتماعية. السوداني أكد أيضا أن العراق يمنح الأولوية لتمويل العمل المناخي بالرغم من التحديات التي خلفتها الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية. يشهد الاقتصاد العراقي تعافيا تدريجيا، وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يزال يواجه تحديات في تمويل أهداف التنمية المستدامة، بعضها يعود إلى الخسائر المالية التي تعرض لها العراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية وأخرى لجائحة كورونا. يمنح العراق الأولوية لتمويل العمل المناخي كونه الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وقد بدأ العراق بالفعل بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، منها التزامه باستثمار الغاز المصاحب لإنتاج طاقة نظيفة لتحقيق هدف صفر شعلة بحلول 2023. أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي أن رئيس الوزراء محمد شيع السوداني لا يريد أن يجري زيارة لواشنطن لمجرد التقاط الصور التذكارية. العوادي قال خلال استضافته في مرصد سابق أن زيارات القائمة على الدراسة والفهم تحقق نتائج بعيدة المدى. رئيس الوزراء لا يريد أن يجري زيارة لكي يلتقط فيها صور تذكارية أو زيارة لمجرد الزيارة. الزيارات المستعجلة عادة لا ينتج عنها نتائج طبيعية. الزيارات القائمة على الدراسة، على التفهم، على التواصل، على اللقاءات الثنائية الكثيرة التي حصلت، وفود كثيرة من واشنطن سياسية، اقتصادية، أمنية، عسكرية زارت العراق، وفود أيضا عراقية زارت واشنطن، مباحثات متواصلة من خلال السفارة الأمريكية وبعض المؤسسات الحكومية العراقية.
أنا أعتقد أن الدعوة التي وجهت من وزير الخارجية الأمريكي بلينكن اليوم كان فيها مقدار كبير من الاحترام والتقدير لرئيس الوزراء وأيضا لاستقلالية العراق. العوادي أكد استمرار التحقيقات بخصوص القصف الذي تعرضت له محافظة السليمانية. هناك تحقيقات أنا يعني قبل لا أدخل الاستوديو كنت أتابع الموضوع. الحكومة العراقية أيضا تقوم بتحقيقات. نفس الجهاز مكافحة الإرهاب التابع للسليمانية يقوم أيضا بعملية تحقيق كبيرة وموسعة ويتعاون مع الأجهزة الاستخبارية والأمنية العراقية. بكل تأكيد لا ممكن أن نصل إلى مثلا من هو المنفذ. هذه طائرة مسيرة وحدد في بيان القائد العام للقوات المسلحة أنها اخترقت الحدود العراقية من جهة تركيا، وبالتالي مع عودة إن شاء الله الوفد ورئاسة الوزراء رئيس الوزراء من نيويورك حتما ستكون هناك لقاءات واجتماعات، وستوصل الكثير من هذه الرسائل بالطرق الدبلوماسية والمباشرة إلى الأطراف المعنية. استقبل رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية سيد الحكيم رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، وأكد الجانبان على أهمية استثمار المرحلة وحالة الاستقرار للذهاب لمعالجات حقيقية للنقاط الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وبينا أن الدستور وفر أرضية مناسبة لضمان حقوق الجميع. ودعا سيد الحكيم وطالباني لتغليب لغة الاعتدال والوسطية والالتزام بالدستور العراقي وما ورد فيه باعتباره الوثيقة الأسمى التي ارتضاها الشعب العراقي وصوت عليها، كما دعيا إلى إنصاف شريحة الموظفين في أي مكان وحماية شرائح المجتمع وإبعاد مصالحها عن التدافع السياسي، كما شددا على ضرورة استعادة الثقة كمقدمة للحلول الجذرية. اختتمت أعمال الدورة 32 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي التي عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وبحضور الأمين العام للاتحاد فائز الشوابك. المندلاوي أعرب خلال الاجتماع عن التعازي والمواساة لكل من المملكة المغربية وجمهورية ليبيا على ما حل بهما نتيجة الزلازل والأعاصير، لافتا إلى أهمية أن تحقق هذه الدورة نتائج المرجوة وتساهم في بناء جسور التعاون، فيما استنكر المندلاوي ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين. كما وتضمن الاجتماع إقرار مذكرة حول آليات وسبل تطوير عمل الاتحاد ومعالجة الوضع المالي. وفي البيان الختامي جددت اللجنة التنفيذية دعوتها لتعزيز التعاون من أجل مجابهة التحديات التي تعترض مسيرة التقدم في كافة البلدان العربية، مؤكدة على الحاجة للارتقاء بالعمل البرلماني التعاوني وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية. حضرت وزارة الزراعة من تداعيات التغير المناخي والبيئة على مساحة الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية في البلاد، فيما بينت الإحصائيات الأممية أن العراق سيخسر قرابة 400,000 دونم من الأراضي المستصلحة سنويا بسبب تلك التغيرات. المستشار في الوزارة مهدي ضمد القيسي أشار إلى حصول تغيرات واسعة بالخطط الزراعية جراء التغيرات المناخية وما رافقها من تراجع في الإطلاقات المائية وارتفاع درجات الحرارة وندرة هطول الأمطار. وقال القيسي أن القطاع الزراعي في العراق تأثر بشكل واضح بالتغيرات المناخية، لا سيما ارتفاع درجات الحرارة وقلة الإيرادات المائية من دول الجوار وتراجع نسب الأمطار، مشيرا إلى أن تلك العوامل لعبت دورا كبيرا في التأثير بالقطاع الزراعي بشقيها النباتي والحيواني. أعلنت وزارتا الموارد المائية والزراعة إقرار الخطة الزراعية الشتوية للموسم الزراعي 2023
23/2024 بمساحة 5,500,000 دونم. وقالت وزارة الموارد المائية في بيان إن وزيري الموارد المائية عون دياب عبد الله والزراعة عباس جابر عقدا اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين الوزارتين لمناقشة الخطة الزراعية الشتوية للموسم القادم، وتم الاتفاق على إقرار خطة زراعية تبدأ من الأول من تشرين الأول 2023 وتتضمن زراعة 1,500,000 دونم على المياه السطحية و4,000,000 دونم على المياه الجوفية. وشددت وزارة الموارد على ضرورة التعاون بين الوزارتين لإنجاح الموسم الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة ومنع التجاوزات بمختلف أنواعها. وبسبب قرار حكومي سابق بمنع زراعة الشلب نتيجة الجفاف، خرج فلاحو 3 محافظات للمطالبة بتعويضهم عن تلك الخسارة التي تحملوا تبعاتها، في الوقت الذي دعوا إلى استمرار الدعم لتحقيق المصلحة العامة. ليث صلاح والمزيد. بعد قرار حكومي بمنع زراعة محصول الشلب الاستراتيجي نتيجة شحة المياه، نظم مزارعو محافظات الديوانية والنجف الأشرف والمثنى تظاهرة مطلبية في قضاء غماس، طالبوا من خلالها تعويضهم، خصوصا وأن الزراعة تمثل مصدر معيشتهم. اليوم مظاهرتنا الكل يعلم 3 محافظات، نجف، ديوانية، مثنى، هدفنا هو إطلاق تعويضات الشلب المتأخرة من عام 22 ولحد الآن، تسويف ومماطلة، مطالب تعويضات الشلب العام 22 وإدراء 23 ضمن الموازنة، إدراج هذا العام لأن احنا صار سنتين ممنوعين. عدم رفع الدعم الحكومي عن الأسمدة الزراعية ورفع أسعار المحاصيل الزراعية. المزارعون طالبوا أيضا بالعمل على معالجة شح المياه، مشددين على أهمية إنعاش الزراعة لتكون رافدا أساسيا للدخل الوطني. انعدام الزراعة أثر اقتصاديا على دخل المزارع والفلاح الموجود خصوصا بالفرات الأوسط. احنا نطالب من حكومتنا وخصوصا دولة رئيس الوزراء، لانه هو ابن هاي الوزارة وابن هاي المؤسسة وابن هاي المناطق، بانه ينظر بعين الاعتبار الرافع لهاي المناطق، مناطق شلبية. نقص الاسمدة والمبيدات فضلا عن عدم توفر المكننة الزراعية الحديثة التي تعمل على استصلاح اراضي المزارعين، تداعيات قد تؤثر بشكل كبير على القطاع الزراعي في المحافظة. احنا الفلاح والمزارع عندنا اذا عدى 20 دولم اذا ما يزرع حنطة وشلب فما يقدر يعيش. اضافة الى هذا الدعم بقول الحنطة وتوفير المساحة كاملة لزراعة الحنطة وتوفير البذور عندنا. وبحسب المعطيات فان دعم المزارعين واستثمار الزراعة لا سيما وانها تمثل نقطة اقتصادية مهمة من شأنها أن تعالج الواقع المعيشي لأبناء المحافظة. من قضاء غماس في الديوانية، ليث صلاح، الفرات. هذا وقد وجه رئيس كتلة تحالف قوى الدولة الوطنية فالح الساري سؤالا نيابيا إلى وزير الزراعة بخصوص مستحقات تعويض محصول الشلب. الساري أكد أن هذا التوجيه جاء بخصوص مستحقات تعويض محصول الشلب في محافظات النجف والمثنى والديوانية للموسم الزراعي 2022، والذي دعا فيه إلى أهمية إنصاف الفلاحين الذين تعرضوا لخسائر بسبب توقف زراعة الشلب خلال السنوات المنصرمة. من جانبه أكد مدير عام هيئة استصلاح الأراضي الزراعية والمتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية خالد شمال أن الوزارة تعمل من خلال خططها على تنفيذ مشاريع الاستصلاح المعنية بزيادة المساحة المستصلحة وتعزيز المبادرات المستدامة لتأمين القوت الغذائي والسلة الغذائية.
وأوضح شمال أن هناك مشاريع متلكئة منذ سنوات طويلة، ووزارة الموارد وهيئة الاستصلاح أي استصلاح الأراضي الزراعية تعمل على تنفيذها، مضيفا أن الوزارة تحتاج إلى تعزيز الخزين وزيادة تجميع مياه الأمطار والاستفادة منها. وهذه السدود موجودة في إقليم كردستان والأنبار ونينوى وميسان وكربلاء والنجف وواسط وديالة، وبالتالي هي تشمل كل المناطق الواعدة بالأمطار ذات الشدة العالية لضمان استثمار هذه المياه. أعلن وزير الزراعة عباس جبر المالكي توزيع مبالغ تعويضات الشلب بين الفلاحين والمزارعين حال وصولها من وزارة المالية. وقال المالكي خلال اجتماعه بالنائب الأول محافظ النجف الأشرف هاشم القرعاوي أن أموال التعويضات المالية الخاصة بمزارعي الشلب لمحافظات النجف الأشرف والديوانية والمثنى ستطلق قريبا. احنا اليوم وظيفتنا أن المبالغ هذه واجبنا أن توصل إلى وزارة الزراعة، هو راح يكون على عاتقنا توزيعها إن شاء الله بالتعاون مع المحافظات الثلاث، خصوصا بالنسبة للمحاصيل المحصول الشلب. الآن بحضور الأستاذ هاشم السيد رئيس الجمعيات الفلاحية أيضا اطلعوا على أنه اليوم آخر كتاب وآخر مراجعة إلى وزارة المالية وتواصل مع السيدة الوزيرة، إجانا كتاب أنه أرسلوا لنا قوائم بأسماء الفلاحين والمزارعين والبرنامج الأكثر وموضح فيها المبالغ والكميات حتى نطلق لكم المبالغ. إحنا ساعين على أن هذه المبالغ ما تتأخر، يوميا يراجع من عندنا مدير عام الإدارية والمالية والسيد الوكيل الإداري مع وزارة المالية حتى توصل هذه المبالغ، وإن شاء الله بعد وصولها للوزارة ما راح تتأخر أبدا. توقعت وزارة الموارد المائية هطول أمطار غزيرة على حوضي دجلة والفرات في تركيا خلال الأيام المقبلة بعد موجة مشابهة تشهدها حاليا مدينة اسطنبول، مما سيرفع نسبيا واردات العراق المائية. وقال الوزير عون دياب عبد الله أن مدينة اسطنبول والواقعة على حوض نهر الفرات تشهد ومنذ أيام أمطارا غزيرة ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في الخزانات التركية. وتوقع هطول أمطار أخرى على حوضي دجلة والفرات في تركيا خلال الأيام القليلة المقبلة ما سينتج عنه ارتفاع نسبي لواردات العراق المائية. ونوه دياب لأنه في ضوء المؤشرات المتوافرة التي تؤكد أن الموسم الشتوي المقبل في البلاد سيكون رطبا، فستتم إعادة خطط التشغيل للسدود والخزانات بهدف تأمين خزين مائي يكفي لمواجهة احتياجاته خلال فصل الصيف المقبل. أكد نائب محافظ النجف الأشرف هاشم القرعاوي أن المحافظة وضعت خطة من أجل استثمار حصة المياه المخصصة للمحافظة والمساحة التي خصصتها وزارة الزراعة والبالغة 30% من نسبة الأراضي المزروعة في المحافظة عبر استخدام تقنيات الري الحديثة. المحافظة وضعنا خطة من أكثر من شهر في إمكانية استثمار المياه المتاحة إلى محافظة النجف الأشرف، استثمارها سواء كان في الزراعة عبر التقنيات الري الحديثة أو استثمارها أفضل استثمار حتى نتمكن من زراعة أغلب أراضينا. في السنة الماضية بصراحة عدينا خطة متكاملة، كانت حصة المياه المحددة إلى محافظة النجف الأشرف 30,000 دونم فقط، يعني عفوا 30% من أصل المساحة اللي هي تقريبا 60,000 دونم. بعد الاتفاق مع وزارة الموارد المائية أن نستثمر هذه الحصة ل 30% ونزرع أغلب المساحة الزراعية، بحمد الله تحولنا من 60,000 دونم إلى 263,000 دونم بنفس الحصة المائية. أنا أعتقد أن الحصة المائية هي ليست وصول المياه فقط، وإنما إدارة المياه إدارة صحيحة في المحافظة، يوفر مياه ويزرع أغلب المساحات الزراعية. المزيد مشاهدينا، ينضم معنا السيد أحمد السوادي العيساوي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية. أهلا ومرحبا بكم. وزير الزراعة وعد بأن يتم إطلاق تعويضات الفلاحين قريبا، هل تم أخذ الموافقات في الحكومة الاتحادية؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
حقيقة الكثير من المواعيد وكثير من الوعود وكثير من الزيارات والكثير من اللقاءات حقيقة لم تسفر لحد هذه اللحظة لمستحقات الفلاحين من التعويضات للموسم الماضي. الفلاحين حقيقة وصل بهم يعني الصبر إلى حده، وبالتالي سوف لم يسكتوا بعد هذا اليوم، واليوم قد يكون نواة هذه المظاهرات أو نواة هذا الصبر قد بدأت تنفجر، وبالتالي على الحكومة وعلى وزير الزراعة وعلى وزير المواد المائية بصفته هو رئيس اللجنة التعويضات ووزيرة المالية أن يعني يطلقون هذه الأموال، والحكومة ليس يعني لديها يعني فقيرة أو الحكومة ليس لديها أموال، بل هناك أموال فائضة في وزارة المالية، واليوم احنا نعرف أنه التعويضات الفلاحين اللي عن زراعة الشرب هو ليس بالمبلغ الكبير 137 مليار، هو قد يكون لمشروع صغير جدا في العراق يقوم بهذا في حيث كيف انه ال 137 راح تعيش 40% من العوائل لمحافظة النجف ومحافظة الديوانية والسماوة، وبالتالي على الحكومة يعني ان تصدق هذه المرة وكفى وعود. حقيقة الوعود لا تغني ولا تشبع من جوع، ولذلك نحذر الحكومة ونحذر الوزارات المختصة أنه يسرعون ويسارعون ويكونون خلية نحل في سبيل إطلاق هذا اليوم. لا يعني أستغرب أنه كل وزير يذب المسؤولية على الوزير الثاني، هم كابينة وزارية واحدة يجتمعون كل ثلاثة، فبالإمكان في اجتماع الوزاري أنه يقرون هذا المبلغ، والسيد رئيس الوزراء هو داعم لهذا للزراعة وداعم للتعويضات، وأول تصريح إلى من استلم الوزارة هو تعويضات الفلاحين، وبالتالي حقيقة لحد هذه الساعة لم نرى الوعود الصحيحة. أسأل عن الرز نامة والخطة الزراعية وليس حضرتك لوزارة الزراعة وما يخص المحافظة من أراضي زراعية، تجدونها منصفة؟ نعم، سألت حضرتك عن الرزنامة والخطة الزراعية لوزارة الزراعة وما يخص المحافظة من أراضي زراعية، هل هي منصفة من وجهة نظركم؟ لا، الرزنامة تختلف عن الخطة الزراعية. الرزنامة هي متابعة السوق لما يدخله ولما يحتاجه من مواد زراعية مثل الطماطة ومثل البيذنجان ومثل البطاطا، وبالتالي الرزنامة تدخل في مجال الاستيراد والتصدير. الحكومة تعرف انه ايش قد استهلاك هذه المحافظة يستهلك. اما الخطة الزراعية فهي زراعة الاراضي اللي مستصلحة واللي مشمولة بالزراعة وداخلة خطة زراعية وداخل سجلات الوزارة، وبالتالي الخطة تختلف عن الرزنامة. اليوم احنا بأمس الحاجة الى ان نوضع يعني تجربة النجف السابقة للعام الماضي، تجربة رائعة كانت في زراعة، كانت المساحة المحددة او العفو النسبة المحددة هي 27% في حين المحافظة زرعت 100%. اذا اصرت الحكومة على الزراعة ممكن ان تزرع في التقنيات الحديثة، واذا كانت هناك لجان او تجند كل طاقات اللجان اليوم اذا اجتمعت المحافظه واجتمعت الزراعه ومديريه الزراعه والموارد المائيه والجمعيات الفلاحيه ومديريه الصيانه، هذه التشكيله الرائعه لكل محافظه موجوده بها اذا تعاونوا بالصوره الصحيحه ممكن ان يكونون حقيقه يستطيعون ان يزرعون اكبر مساحه. اليوم هي فعلا اكو شحه مياه، لكنه ما الخطه الزراعيه؟ ما الخطه الزراعيه؟ ما دمنا في هذه النقطه ودمنا الحديث يعني هذه النقطة مهمة جدا، الخطة الزراعية الموسم الشتوي العام المقبل كيف يمكن المحافظة عليها؟ وأيضا أسأل عن استثمار الحصص المائية، كيف ممكن 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 محافظة على قدر أكبر وليس على الخطة بأكملها، لأنه حقيقة احنا متعلقين بمياه وفعلا اكو شحة مياه، بالتالي إذا الحكومة أصرت، أنا تكلمت قبل قليل قلت إذا اجتمعت هذه الإيرادات كليتها وحقيقة تستطيع أن تحافظ على أكبر مساحة زراعية صالحة، نحن نحتاج إلى إدارة مياه حقيقية صحيحة إذا تعاونوا الكل. اليوم احنا عندنا مشكلة بالثقافة المياه، استخدام المياه، مشكلة
عندنا باستهلاك المياه، عندنا كل هذه الثقافات إذا اجتمعت وحقيقة هناك كان توجيه وإرشاد وكذا وكذا، أكيد راح نزرع أكبر مساحة وراح نحافظ على الخطة الزراعية. إذا لم نحافظ عليها بالأكمل نحافظ على نسبة كبيرة جدا منها. بالتالي نحتاج إلى تعاون الكل، ونحتاج إلى الحكومة أن تضع خطة استراتيجية. مشكلتنا سيدة العزيزة، مشكلتنا في حكوماتنا لا تعالج إلا حين توقع بالمشكلة، وبالتالي هذا ما هل هذا لديكم مشاريع يعني للري بتقنيات حديثة؟ هل تجربة الموسم سابق سيتم تطبيقها في هذا الموسم الموسم الحالي؟ احنا بالنسبة ان الدولة وكلية متجهة على التقنيات الحديثة، التقنيات الحديثة لمحافظة النجف او لمحافظات السهل الرسوبي حقيقة في هناك مشكلة. تعرفين انت المساحة اللي محافظة النجف، محافظة الديوانية، محافظة الكوت، هناك ما يسمى بالسهل الرسوبي، فما يمكن ان نستخدم تقنيات حديثة على مثلا على الابار، في حين انه المناطق الصحراوية ممكن ان نستخدمها. بالتالي علينا ان نخطو او نلجأ الى تقنيات تناسب هذا السهل الرسوب، تناسب هذه الأرض، تناسب هذه البيئة. بالتالي التقنيات الحديثة موجودة أيضا، لكنه الدولة حقيقة أو الحكومة اتجهت اتجاه فقط على قضية معينة، ولذلك احنا علينا أن نخطو خطوة صحيحة كل محافظاتنا وكل وبالذات حكومتنا ووزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية أن تتبنى هذه الوزارات، تتبنى هذه الخطة، أن تضع خطة استراتيجية لزراعة السهل الرسوب اللي هو يزرع على النهار، ولزراعة المنطقة الصحراوية اللي هي على الآبار. تعرفون السهل الرسوبي اللي أقصد به المناطق القريبة من النهار، حفر الآبار بها أو هذا راح يكون مالح. وبالتالي هناك نوعين من التقنيات الحديثة، هناك نوعين من المرشات. يعني المقصود بالتقنيات الحديثة هي المرشات، هناك المرشات المحورية والمرشات الثابتة. بالسهل الرسوبي لأنه توزيع بسيط، يعني 10 دونم 20 دونم 30 دونم، يعني إذا كلش فد 50 دونم، بالتالي لا يمكن أن يكون الرش المحوري. إذا علينا أن نتجه للتقنية اللي هي الرش الثابت، التقنيات الرش الثابت. بالتالي هي يحتاج إلى علم، يحتاج إلى ثقافة، ويحتاج إلى أنه تتبنى المحافظات وتتبنى الحكومة هذا الموضوع وتدعم، وعلى المصرف الزراعي أن يدعم، وعلى وزارة المالية أن تدعم. وبالتالي علينا أن ندعم هذه التقنيات لنغادر الزراعة التقليدية. وبالتالي إذا غادرنا الزراعة التقليدية العفو راح يمكن أن نحافظ على أكبر نسبة من الأراضي الصالحة للزراعة ومن الخطة الزراعية. أشكركم سيد أحمد السواد العيساوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية. تحية طيبة، شكرا. أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي إطلاق الوجبة الخامسة من المشمولين بالإعانة الاجتماعية لهذا العام، فيما أشار إلى أن العدد الكلي للأسر المشمولة بالإعانة وصل إلى 7 ملايين نسمة. وقال الأسدي في بيان أن الوزارة أطلقت الدفعة الخامسة من المشمولين بالإعانة الاجتماعية بواقع 65,930 مستفيدا، مشيرا إلى أن عدد الأسر التي وردت دون خط الفقر من وزارة التخطيط أكثر من 52,000 أسرة، أما عدد الأسر الواردة فوق خط الفقر بلغ 13,849. وأعلن الأسدي فتح باب الاعتراض لجميع الأسر الواردة فوق خط الفقر ومراجعة أقسام الحماية الاجتماعية حسب الجداول الزمنية التي ستعلن عبر موقع الوزارة لتقديم الاعتراض. كما وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي في مؤتمر صحفي الربط الشبكي مع وزارة التربية لغرض المباشرة بصرف منحة التلاميذ والطلبة والتي أقرت في موازنة 2023، وسيتم البدء التجريبي بتأشير البيانات بداية الأسبوع المقبل. تم إكمال الربط الشبكي مع وزارة التربية لغرض المباشرة بصرف منحة التلاميذ التي أعلننا عنها والتي أقرت في موازنة عام 2023، وسيبدأ البث التجريبي بتأشير البيانات خلال بداية الأسبوع المقبل. عدد التلاميذ والطلبة المشمولين بهذه المنحة حوالي 2,400,000 طالب وتلميذ، سيتقاضون ما بين 30,000 إلى 100,000، 30,000 لطلبة الابتدائية، 50,000 لطلبة المتوسطة والإعدادية، و100,000 لطلبة البكالوريوس، 150,000 لطلبة الدراسات العليا.
في المثنى استطاعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استرداد الكثير من الأموال من المتجاوزين على رواتب الحماية، فيما أكد الشمول أكبر عدد ممكن من المستحقين بهذه الرواتب. محمود قاسم والمزيد من التفاصيل. أكثر من 60,000 أسرة شملت بشبكة الرعاية الاجتماعية منذ بداية العام الحالي وإلى الآن، زيادة لا تبدو واضحة إذا ما تمت مقارنتها مع أعداد العام الماضي والتي وصلت ل40,000. طالب جامعة وكل شيء ما عنده، أبوي يسلم رعاية 150,000، يعني من هاي الناحية يعني يريدهم يزودونها 300-400، ومن هاي الناحية ويزودون، يعني عندك هنا العطالة كثرت بالعراق، وخصوصا محافظة السماوات تفتقر إلى كثير من العمل. وأنا والله زلمة عاطل بطال شايب كبير وهذا، وكلها جهالي بالمدرسة بالابتدائية وبالثانوية وبالكلية، والله ما عندي قدرة إلهم. تدري واحد بأول متوسط بطلت يشتغل عمالة بس يعيشنا. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكدت حرص الوزارة على الاهتمام بالمحافظة وتوسيعة خططها لشمول أكبر قدر ممكن من أبناء المثنى. بالنسبة إلى محافظة المثنى والتي تعد من المحافظات الأشد فقرا في العراق بالإضافة إلى محافظة الديوانية، قد حظيت باهتمام خاص وتم بحث جميع المتقدمين للشمول بإعانات الحماية الاجتماعية، وليس هناك أي متقدم لم يتم بحثه، ولغاية الآن تم شمول 65,000 أسرة بالإضافة إلى وجود ما يقارب من 50,000 أسرة ينتظرون استكمال إجراءاتهم. ومن قناتكم الكريمة نعلن موافقة السيد الوزير على أن يبقى الشمول مفتوحا في المثنى لمن هم تحت خط مستوى الفقر، وبنهاية هذا العام سوف لن تكون هناك أسرة دون خط الفقر في هذه المحافظة وهي غير مشمولة بالإعانات الاجتماعية. وتشير مصادر مطلعة استرداد الكثير من الأموال لصالح الوزارة من المتجاوزين على رواتب الحماية الاجتماعية كالمتقاعدين والموظفين وغيرهم. من المثنى، محمود قاسم، الفرات. هذا وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية موعد تنفيذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال. وقالت مديرة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة للوزارة خلود الجابري في تصريح صحفي أن القانون سيدخل حيز التنفيذ يوم 28 من شهر تشرين الثاني من العام الحالي، بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في جريدة الوقائع العراقية في شهر آب الماضي. وأكدت الجابري ضرورة تضافر الجهود للعمل على تطبيق القانون لما له من أهمية كبيرة للنهوض بواقع الطبقة العاملة في المجتمع. للمزيد ينضم معنا مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السيد عبد الرحمن المنصوري. تحية طيبة. كم وصل عدد المشمولين في شبكة الحماية الاجتماعية؟ هل هنالك نسب محددة للمقبولين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابك الكريم ولمشاهدينا الكرام. طبعا احنا كما اعلنا سلفا انه عدد المستفيدين من اعانة الحماية الاجتماعية واللي تم منحهم اعانات في شهر التاسع كان أكثر من 1,903,000 أسرة. هذه الأسر تتقاضى إعانة من الحماية الاجتماعية. يضاف إليها الآن ما أعلن السيد معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اللي منهم بدون خط الفقر اللي بلغ عددهم 52,081 أسرة. ستباشر هيئة الحماية الاجتماعية بكافة أقسامها الموزعة في محافظات العراق بإصدار البطاقات الذكية لهذه الأعداد وما تبقى من الأعداد من الوجبات السابقة وفق جداول زمنية تم إعلان عليها في موقع الهيئة بأعداد محددة لكل قسم لإكمال إصدار البطاقات الذكية. أسأل عن سر تأخير إطلاق المنح للمسجلين، هل تخضع العملية إلى إشراك عدة وزارات لمعرفة العوائل المستحقة؟ قصدك منح للطلبة؟ نعم. طبعا احنا كل المخطط إلى إن شاء الله في 1/10
وهو بداية العام الدراسي يتم دفع المنح الخاصة بالطلبة في المدارس الابتدائية والمتوسطة وأيضا الإعدادية وطلبة البكالوريوس والدبلوم وأيضا طلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه. طبعا احنا اكملنا خلال الاسبوع الماضي عملية الربط الشبكي بين هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل وبين وزارة التجارة ليتم عملية تبادل المعلومات بين الهيئة ووزارة التربية ليتم تدقيق القيود من هم الطلبة المستمرين في الدراسة من خلال وزارة التربية، وأيضا الطلبة من هم من أبناء وزارة من أبناء المستفيدين في من إعانة الحماية الاجتماعية في الهيئة، ويتم دفع هذه المبالغ إن شاء الله بعد الشهر العاشر. وأيضا عملية الإحصاءات الأولية بيّنت لنا أن عدد الطلبة اللي سيكون مشمولين بإعانة الحماية بالمنحة هم أكثر من 2,400,000 طالب. نعم. المبالغ التي تحصل عليها العوائل المشمولة في شبكة الرعاية، هل تلك المبالغ قادرة على سد الحاجة؟ طبعا احنا وفق قانون 11 لسنة 2014 نعمل وفق المبالغ اللي سنها القانون تدفع الى هذه الاسر. نعلم ان هذه المبالغ هي غير كافية، لكن احنا بدفع هذه المنح كنا نطالب بزيادة الإعانة، لكن اخترنا طريق الزيادة أن يكون كما ذكر في موازنة عام 2023 أن تمنح للطلبة ممن هم أبناء أسر المستفيدين من الحماية الاجتماعية. نعم. فأكيد هذه المبالغ ستضاف هذه المبالغ ستضاف على مقدار الإعانة، وأعتقد هذه المبالغ هي أكثر من المبالغ اللي كنا نطالب بزيادة الإعانة من خلال الموازنة العامة. هذه المبالغ اليوم الأسرة إذا تلك الثلاثة أبناء بين الابتدائية والمتوسطة والإعدادية لربما تصبح الزيادة إذا نجي نحسبها بحسبة بسيطة، إذا الطفل في الابتدائية 30 وبالمتوسطة 50، هاي 80,000 تضاف إلى مقدار ما يتقاضى المستفيد من إعانة الحماية الاجتماعية. وكيف تعاملت الوزارة مع المسجلين غير المستحقين؟ طبعا احنا أعلننا سابقا، واليوم السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أعلن أيضا احنا لدينا برنامج بإيقاف كافة القيود من المتجاوزين على إعانة الحماية الاجتماعية. تم إحصاء المبالغ تجاوزت أكثر من 170 مليار دينار عراقي خلال الشهر السادس، ولحد اليوم تم إعادة أكثر من 20 مليار دينار من خلال استرجاع الأموال من خلال المتجاوزين. أيضا احنا مستمرين في عمليات التقاطع مع كافة دوائر الدولة، مع المؤسسات، ما يتم تزويدنا به من أقراص من ديوان الرقابة المالية وكافة مؤسسات الدولة، وأي قيد يظهر لديه إعانة ويتقاطع مع أي دائرة لديه راتب يتم إيقافه واسترجاع الأموال اللي بذمة المتجاوز. أشكركم مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الأستاذ عبد الرحمن المنصوري، تحية طيبة وشكرا جزيلا. ينتهي المرصد، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.